القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما نختتم فيها اليوم مشوار الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. يمكن في الحلقة السابقة كان وقتنا انتهى وكنا هناخد مونولوج أحب عشت الحرية تأليف الشاعر الكبير أحمد رامي. دكتور محمود عند حضرتك تعليق على ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ لا ما تعليق ايه، انا بس عايز اضافة. فهو الموسيقار محمد عبد الوهاب كان عادة يعني بيحب الألحان الهادية ولا بيحب عيشة الحرية؟ ما هو بيحب عيشة الحرية. فحتى الأغاني الوطنية كان بيقولها كأنها رومانسية، يعني لو خدنا مثلا من زيك عندي يا خضرة، ده المفروض راجل بيكلم حبيبته بيقول لها من زيك عندي يا خضرة ما تحني عليا بنظرة وأنا رايح الميدان، جندي رايح الميدان، فعايز حبيبته تحن عليه بنظرة تبقى غذاء ليه في رحلته. طبعا هنا خضراء هي رمز المصر، مصر الخضراء علمنا أخضر. فعبد الوهاب كان بيراعي في ألحانه عمق المعنى مع بساطة اللحن إزاي يوصل لقلوب المستمعين. وطبعا برضه هنا كان في الكلمات الراقية، يعني أما أحمد رامي يقول أحب عشت الحرية زي الطيور على الأغصان، الطيور بتغني وبترقص ومستمتعة بالحياة وبتخرج وبتيجي. فكان التلاتة المؤلف والملحن والمطرب سواء عبد الوهاب أو غيره بيكونوا منظومة واحدة تؤدي إلى حاجة حلوة قوي، يعني أقدر أقول وجبة. وجبة بالرغم من أنها بتحمل الكثير ولكنها وجبة خفيفة والله وفي نفس الوقت متناغمة. يعني هو كان في وجبات برضو مش خفيفة في الآخر الحلقة إن شاء الله أقولك على الوجبة اللي مش خفيفة اللي غيرت الدنيا الألحان في مصر. بس نسمع بقى حب عشت الحرية. وغير الحال ومعاك
أحب عشت الحرية من فيلم يحيى الحب، وزي ما قلت يا دكتور فعلا يعني الكلمات معبرة واللحن معبر والأداء والقمر حاجات جميلة جدا. وما هو ده الزمن الجميل، أنا لم يطلق عليه الزمن الجميل يعني كده، لا لا إذا أطلق عليه فعلا. نشوف بقى ملحن تاني. طب قبل ما نشوف ملحن تاني عايز أقول ملحوظة بكلام حضرتك وباللي سمعناه، وطبعا من يمكن التاريخ اللي قلناه خلال الحلقات السابقة عن مشوار محمد عبد الوهاب، فعلا هو تلميذ لسيد درويش، يعني حتى في التعبير عن حبه للوطن أخذ نفس النهج بتاع سيد درويش اللي هو بيعبر عن حب الوطن، زي مثلا ما بيقول الحلوة زي طلعت سعد البدرية، وحب الوطن من خلال كلمات رقيقة وبسيطة لكن في النهاية، ومش حماسية لكن في النهاية بتعبر حقيقيا عن حب الوطن. ما هو يعني قبلنا ولم نقبل، وقبل هو قال انا تلميذ سيد درويش، وهو فعلا يا جماعة هو فعلا امتداد سيد درويش، وفعلا سيد درويش لو امتد به العمر لكان برضو لجأ للأغنية الفردية. هو ليه سيد درويش لجأ للأغنية الجماعية؟ لأن كان وقتها وقت الثورة لازم الأغاني الجماعية. بعد كده
بعد الثورة بدأت الطبقة البرجوازية الجديدة المتعلمة اللي هي ابتدت تحتل أماكن ووظائف الحكومية القيادية، فابتدت تبقى يعني تميل إلى الفردية شوي، فلازم أغني لها. وده طبعا التطوير اللي زي ما قلنا عمله يعني الموسيقار محمد عبد الوهاب، وده اللي عبد الوهاب لقى زمن الفردي بقى خلاص. طب ننتقل بقى زي ما قلت حضرتك لمؤلف آخر وهو أحمد عبد المجيد. السفير من فضلك. السفير أحمد عبد المجيد ده هو يعني يمكن بنقول بنقدمه زي ما قال أو بيقول عليه الموسيقار محمد عبد الوهاب إنه كان معاه ليسانس، وهو كان من عيلة كبيرة جدا، وبعدين زي ما قلت حضرتك وعارفين إنه بقى سفير، وكان يكتب الكلمة الجميلة العامية، وكان بيقول أنا كنت بستند عليه زي ما أم كلثوم بتستند على أحمد رامي، وكان هو مع أحمد عبد المجيد عمل له أعمال كبيرة جدا زي كلنا نحب القمر، وخايف اقول اللي في قلبي، وعمله ليلة الوداع، ومين عذبك، وكتير يا قلبي الذل عليك. يعني بيقول حاجات بيعتبرها عبد الوهاب خطيرة في حياته في الكلمة العامية. كل ده كان احمد عبد المجيد بالنسبة لعبد الوهاب. ويواصل عبد الوهاب الحديث عن صديقه واحمد عبد المجيد، وبيقول ان هو كان بيكون شله من الاصدقاء، منهم طبعا احمد عبد المجيد، احمد رامي، عدل رؤوف، منير رؤوف، عبد الخالق صابر، محمد صلاح الدين اللي بقى وزير خارجيه، ويقعدوا مع بعض ويضحكوا، ودي كانت الشله الاصليه بتاعته. على فكره محمد صلاح الدين اصلا محامي، وقبل ما يكون محامي غاوي صحافه وفن، وبعدين بقى خد الدكتوراه وبقى أستاذ في الجامعة، ورغم ده كله كان رئيس لجنة ترقية التمثيل سنة 42، وبعدين بقى وزير الخارجية في الفترة من يناير 1950 ليناير 1952. ده للعلم ولا خطأ. بنواصل بقى مع أحمد عبد المجيد وبنقول إن يمكن لقائه أو معرفته بمحمد عبد الوهاب كانت في فترة مبكرة، يعني بنلاقي إن أكتر الحاجات اللي عملها له كانت مثلا سنة 27 زي تكايديني ليه ويعني، وخايف أقول اللي في قلبي كان سنة 28، ويا ريتني كانت 28 برضو، بالك مع مين يا شاغل بالي 29، وحسدوني وباين في عينهم 29، ومونولوج كلنا نحب القمر ده ماله ده سنة 28، ومريت على بيت الحبايب سنة 32، يعني كلها يا دكتور أعمال مش في السينما، ما هو سبقت ما هو السينما لأنه سافر لشغله. بس أعتقد جه عمل له أغنية يعني لحقه في السينما برضه. ما احنا هناخد الأغنية بقى اللي لحقوا بيها في السينما، وهي ما كانش على البال تشغل بالي، هي من فيلم ممنوع الحب الانتاج سنة 1942، ودي زي ما بنقول ان هي طقطوقة، واحنا قلنا طبعا الطقطوقة قبل كده وعرفناها، فياريت نسمع بقى ما كانش على البال تأليف احمد عبد المجيد والحان وغناء الموسيقار محمد عبد الوهاب. Yeah.
كانش على البال. أغنية سمعنا إليها من تأليف أحمد عبد المجيد، وعلى فكرة أحمد عبد المجيد ألف ما يقارب من 63% من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. يمكن ده بس بنقوله للمعرفة. أنا بقى أختار مؤلف عمل له أغنية واحدة. أغنية واحدة وعلمت طبعا. وعلمت اللي هي بقول لك شقلبة تلحين القصيدة كما قال عبد الوهاب. سألوه في التلفزيون، في لا ما كانش لسه التلفزيون طلع، لا لسه طبعا معلش الراديو سنة 44، قالوا له ايه القصيدة اللي انت شايف انها غيرت تلحين القصائد؟ فقال لهم عندما يأتي المساء للمرحوم محمود ابو الوفا. الكلام ده سنة 44. فالتليفون رن بعدها في بيت الموسيقار عبد الوهاب، السفراجي رفع السماعة قال له الأستاذ عبد الوهاب موجود؟ قال له نقول له مين؟ قال له قول له المرحوم محمود أبو الوفا. الله، هو ما كانش مات بقى؟ مش مات، لا ده مات في عهد أنور السادات. يعني ساعتها كان الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيحسب ذلك. الراجل اختفى يعني. عبد الوهاب ما عملوش غير دي، ما حاولش يتصل بحد. الراجل ده كان سنة 32 خد جايزة أحسن قصيدة شعرية، كان اللي المفروض يديله جايزة أحمد بيه شوقي، فلقى راجل بسيط خالص، فقال ايه معقول ده ياخد الجايزة؟ كان بيع طعمية، كان بيع طعمية مثقف جدا، وكان تقريبا رجليه فيها حاجة. يعني تأفف احمد بيشاوي ازاي العظماء دول ما ياخدوش وياخد بيع الطعمية. فبعد كده احمد بيشاوي قرى دراسة عنه، عن شعر شوقي في مجلة، قال لهم هاتولي هذا العملاق اللي كتب الكلام ده. فقالوا له، قال لهم لا انا مش عايز اسلم على احمد شوقي، احمد شوقي ما بيحبش يسلم عليه. يعني اللي كان قام بهذه الدراسة هو ايضا هو محمود ابو الوفا. فراحوا قالوا له شوقي بيه الراجل ده مش عايز يجي لان حصل من حضرتك كذا. قال لهم هذا الرجل عظيم، انا بهدعو كل شعراء مصر
لوليمة على شرف محمود أبو الوفا، وفعلا اتعملت الوليمة، وإذا بأحمد شوقي يفاجئ الكل بأنه يلقي قصيدة مدح في محمود أبو الوفا. ألا يستحق محمود أبو الوفا أن احنا نقول من أي القصيدة بتاعته اللي هو عندما يأتي المساء اللي غناها من فيلم يحيى الحب محمد عبد الوهاب؟ لا طبعا يستحق ذلك لانه كان عبقري بكل المقاييس. ونختم بها بقى المشوار ان شاء الله، نستمع الى عندما ياتي المساء من تاليف طبعا محمود ابو الوفا، ويمكن دي القصيده الوحيده اللي عملها محمود ابو الوفا واتغنت في فيلم يحيى الحب، الانتاج سنه 1938، والاخراج طبعا لمحمد كريم، والالحان والغناء للموسيقار محمد عبد الوهاب. لم أجد في لفظ نجما واحدا يرنو إليّ، لم أجد في لفظ نجما
زمان واحدا يرنو إلي. لم أجد في الوقت نجما واحدا يرنو إلي. عندما يأتي المساء زي ما قلنا تأليف محمود أبو الوفا وعرفنا حكايته، الإنتاج سنة 1938 والإخراج لمحمد كريم. يمكن القصائد هو عمل كم قصيدة الموسيقار عبد الوهاب؟ لأن دي قصيدة. هو لحن 79 قصيدة من إجمالي ألحانه اللي لحنها وقدمها الموسيقار محمد عبد الوهاب، ودي كانت طبعا إحدى القصائد اللي قدمها في فيلم يحيى الحب. هو طبعا نقدم قصائد اخرى في افلام اخرى، ولكن احنا كلمنا عن محمود ابو الوفا لانه هو دي القصيده الوحيده اللي ايه اللي قدمها من خلال افلامه لمحمد عبد الوهاب. طب بمناسبه القصائد هقول جمله صغيره قوي. كان ايليا ابو ماضي عمل له قصيده اللي هي لست جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت. عبد الوهاب قال له لا قدامي دي الناس مش هتفهم، قال له دي لغه عربيه فصحى، قال له معلش احولها لامامي، قال له الوزن هيكسر، قال له لا اللحن هيعدله. صح، واللحن فعلا عدلها. بس يعني ويمكن أتينا لختام المشوار، وإن كانت الحلقات قد انتهت فالحوار عن الموسيقار محمد عبد الوهاب طبعا لا ينتهي أبدا، ودائما نبقى مع أعماله الخالدة التي تركها لنا، ونتذكر كلامه هو عندما كان يقول استمع إلى ألحاني تعرفني، وبيعتبر ألحانه هي رحلة عمره. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي مع نجم آخر ومشوار آخر، لكم تحيات أسرة البرنامج، تحياتي تحيات دكتور محمود علي فهمي، ومن الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. موسيقى أحمد نور. هنا القاهرة. القاهرة تقدم أغاني سينما.
كلاكات أغاني سينما. سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، واليوم نقدم لكم سهرة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، والتي توافق يوم 4 مايو. دكتور محمود، يمكن النهاردة سهرة خاصة بنقدمها بهذه المناسبة. احنا قدمنا من قبل ذلك مشوار محمد عبد الوهاب كله، طبعا كان ما سبناش صغيره ولا كبيره في هذا المشوار، اسرته ويمكن المراحل المختلفه اللي مر بيها، الشخصيات اللي اثرت في حياته منذ الصغر، وعلاقته بالكثير منهم طبعا زي ما قلنا احمد شوقي وغيره. يمكن الحلقه الخاصه اللي بنقدمها في ذكرى ميلاد عبد الوهاب عايزين نركز على اثر عبد الوهاب على الفيلم الغنائي وخاصة الأغنية السينمائية. نبدأ ونقول إيه؟ هبدأ أقول حاجة مهمة جدا. محمد عبد الوهاب أثر وتأثر. يعني إيه أثر ثم تأثر؟ يعني أول فيلم ناطق، ودي بأكرر عليها 100 مرة، أول فيلم مصري ناطق كامل كان الوردة البيضاء. اللي قبل كده اللي هم أولاد الزوات وأنشودة الفؤاد أفلام بها أجزاء ناطقة، عشان نفرق بين دي ودي. اللي هو سنة 33 هو عمله سنة 33. هي بداية الفيلم الناطق، ملناش دعوة تحت ضوء القمر لما شغلوا اسطوانات، أنا بتكلم فيلم مصري ناطق كامل كان الوردة البيضاء. خلاص، الوردة البيضاء ده معمول لعبد الوهاب عشان يغني اساسا، مش مهم ايه القصة، سواء كانت حلوة او مش حلوة، مش مهم مين النجوم، ومش مهم الاغنية تكون مناسبة مع احداث الفيلم، المهم عبد الوهاب يغني 8-9 اغاني. ويمكن المشاهد بيدخل الفيلم علشان يسمع اغاني عبد الوهاب. كانوا بيشوفوا ال14 حفلة، لان كان حفلتان يوميا، فكانوا يروحوا يشوفوا ال14 حفلة عشان مش يتفرجوا على الفيلم، يسمعوا اغاني عبد الوهاب، وخاصه سنه 33 ما كانش الاذاعه ابتدت، وما كانش فيه يعني انتشار للحفلات الغنائيه، حتى البيك اب او الجراموفون او الفونوغراف زي ما كان بيتقال زمان كان قليل ونادر، والاسطوانه غاليه، ومش كل بيت كان فيه طبعا جرامافون او غيره. طبعا. وبالتالي كان المشاهد بيستمتع باغاني عبد الوهاب من خلال الفيلم اللي هو الوردة البيضاء، كان اول فيلم ناطق بالكامل. سنة 33. في الفيلم ده عمل حاجتين عبد الوهاب، حط قانون او دستور الاغنية السينمائية. بمعنى ايه؟ الاغنية مدتها 3 دقايق و6 دقايق. ليه؟ لانها كانت بتتعبى بعد كده على اسطوانات، فبالتالي كل وش 3 دقايق، يا اما كل وش 3 دقايق، يا اما تكون 6 على الوشين. على الوش دي واحد. اتنين، انا رايح اسمع عبد الوهاب، اذا الكاميرا مركزة اساسا على عبد الوهاب وهو بيغني، هو في الكادر ما بيخرجش الا ساعة اللزمات الموسيقية، فتتنقل الكاميرا على يمامة، على عصفورة، على شجرة، أو حاجة من الحوالية. كان فحتى كانت الأغنية إلى حد كبير استاتيك ثابتة، فعلشان أخرج من هذا الثبات قال إيه، ماشي في الجنينة يغني، فالكاميرا 10 يوم ماشية معاه، يعني حاجات. ده الحاجة الأولى. الحاجة التانية في فيلم الوردة البيضاء عملها، اللي هو أول من أدخل الدوبلاج في العالم. الدوبلاج اللي هي بيبقى أنا بفتح شفايفي ومتسجل حاجات قبل كده.
فهو البلاي باك ولا اللي هو البلاي باك البلاي باك ولا اللي هو البلاي باك البلاي باك البلاي باك ما هو معاه الدوبلاج ما هو الدوبلاج مع البلاي باك اول هو من ادخل هو في اغنيه ايه يا دكتور اغنيه اللي هي جفنوع على الغزل اللي هو البلاي باك ما هو دوبلاج ان انا ببقى فيه فيلم شغال وانا بدبلجه يعني هو لغته الاصليه الانجليزي مثلا او زي في المسلسلات اللي مش عربية وبنحولها الى عربي فبن بس احنا واخدين على اساس الاغنية بنقول بلاي باك بلاي باك في الاغاني بلاي باك يعني بنركز وبنقول مرة اخرى ان الموسيقار محمد عبد الوهاب هو اول من ادخل البلاي باك في السينما المصرية من خلال اغنية لا في السينما في العالم في العالم ايوه لان سنة 33 عبد الوهاب كتبها ومحمد كريم كتبها وما حدش اعترض ايامها كتبوا ان هم اول من ادخلوا البلاي باك في السينما في العالم وما حدش اعترض عليهم معنى ان ما حد وكان عبد الوهاب بيتهري هجوم ما حدش قدر يقول لا اذا فهي معلومه صادقه لان في وقتها ممكن دلوقتي هنقول يعني تاهت في وسط 70 ولا 80 سنة 80 سنة تاهت خلاص طب انا اعلم ان في حكاية اخرى على اغنية اخرى في نفس الفيلم وهي اغنية يا وردة الحب الصافي برضو نسمعها من حضرتك ويسمعها لا انا السمعين. مش عارف احكيها لانت الاغنية هو حضرتك عارف ان هم كانوا بيعملوا الاغاني الفيلم في باريس ما الفيلم اتصور كله في باريس فهم كانوا بيحطوا ستارة الموسيقيين بيقعدوا وراها وهو كان بيظهر لا كده انا عارف كده وبعدين لما سافر هو باريس ففي قال لهم وهو بيسجل الاغنيه قال لهم ان في كمان مش مظبوطه لا طب ما دي معروفه فمدير الفرقه قال له انت ازاي بتعدل عليا وتقول لي ان في كمانجه مش مظبوطه انا للاسف انا مش هسجل لك الاغنيه فقال له طب انت زعلان ليه تعالى نظبط الكمانجات كلها وما لقيتش ان في كمانجة مظبوطة انا اللي هعتذر لك وان لقيت ان في كمانجة خلاص انا لا انت تعتذر ولا انا اعتذر بس هتكملوا لي الاغنية فعلا جابوا الكمانجات كلها وسمعوها لقوا فعلا ان في كمانجة مش مظبوطة فقال له احنا اللي اسفين وهنسجل لك الاغنية وكتبت دي في استوديو مشهور في باريس لغاية دلوقتي جمال. كتب بالظبط انا عارفها بس ايه حبيت ان انا اقولها يعني بتمتحني لا الاضافه ايه الاضافه ان عبد الوهاب مصري ورايح باريس فتسوقوا بعدين كان رفيع كده وازاي بقى ان هو يعدل عليهم فرفيع فازاي يقول وبعدين هي الفرقه الموسيقيه كام عازف مش ستة سبعة كان حوالي 40 عازف واحد يكتشف ان في كمانجة مش مظبوطه آلة من 40 آلة فطبعا الراجل اللي هو المايسترو استهتر بيه يعني آلة دي معروفة دي يعني احنا بنقول قد ايه الموسيقار محمد عبد الوهاب منذ بدايته وهو اذنه تسمع حتى لو في كمان جا حاجة فيها مش مظبوطة دي بنقول يعني طبعا احنا اتكلمنا عن عبد الوهاب كثيرا فايه رأي حضرتك نتوقف بقى وناخد اغنية لا انا عايز بقى لما اخد اغنية هقول حاجة عبد الوهاب اول من ادخل الريستاتيف او اللي هو الكلام اللي تحتيه موسيقى كلام بيتقال مش مطرب اللي بيقوله وعملوا من خلال اسكتش في فيلم ممنوع الحب هو والفنانة لا هو ورجاء عبده وحسن كامل وعبد الوارث حصل ما تقولش ممنوع الحب اللي هي لكن الاغنيه يمكن الشهيره بالنسبه لنا لا دي بعدين اللي هي طبيب عيون اللي هي حكيم عيون حكيم عيون اللي هي ما بتقول له حكيم روحاني روحاني هي بتقول روحاني هو غلط هي المفروض روحاني روحاني الروحاني الروحه من الترويح فحكيم روحاني حكيم بترفه عليا
يمكن هو لما اتقالت له انت ليه ما قلتوش حكيم روحاني حضرتك، فقال هو الشائع روحاني فتمشي دي وتمشي دي، فهم مش على الشائع. انما اللغه العربيه اللي هي اللي هو بيحضر ارواحه بتاع اسمه روحاني، اما الروح من الترويح. وان كانت ايضا جاءت في القرآن الكريم بمعنى الرحمة، لا تيأسوا من روح الله، دي بصورة سيدنا يوسف. الروح حاجة والروح حاجة. نمشيها بقى، هي قالوا هي كانت شائعة في الأغنية بنحبها فنمشيها حكيم روحاني. معلش يعني احنا بنقول اصل كلامنا عن عبد الوهاب مهما عملنا مليون حلقة عبد الوهاب لن ينتهي الكلام عنه. نسمع بقى اللي هي ايه، اوعى تقول ممنوع الحب، هو بيقول ان الاوان في الاول وارتاح البال. طب نسمع. حتى القادي والعزال رجعوا حبايب حبايب من تاني. الفكر كان دايما مشغول، خايف من الحرمان لا يطول. من كان يصدق ولا يقول نرجع حبايب حبايب من ثاني. والله ده كان يوم بناية من زمان. مشي بس البيه علي هو اللي كان. مالي يا ست البيه علي؟ بس ما كنتش تزعلي. ازاي ما تزعلش؟ وبعدين بطل خناك خليني رايق. يا روح قلبي نعمين حاضر ما قلتش اتخانق. حقك عليا يا سيدنا الباشا، انت اللي حقك عليا. شوفوا القلوب لما تتصافى بعد الخصام والقاسية. ايه بس فايدي العمر لما يتقضى بين جيران وصحاب. لو تبقى كل القلوب وتنسى ظلم الليالي والايام. كانت العداء وتبقى محبة وكان يعيش الكون، يعيش الكون في سلام. مالك مسروع؟ مالك مسروع؟ وده شيء ممنوع. اوعى تقول ممنوع الحب، اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب، الا الحب. اوعى تقول ممنوع الحب، اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب، الا الحب. اوعى تقول ممنوع الحب، اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب، الا الحب. اوعى تقول ممنوع الحب، اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب، الا الحب. أعزائي المستمعين، اليوم نقدم سهرة خاصة في ذكرى عبد الوهاب، وتحدثنا في بداية السهرة عن أثر عبد الوهاب على الأغنية السينمائية وإيه اللي قدمه الأغنية السينمائية، وما زلنا بنواصل هذا الأثر اللي تركه محمد عبد الوهاب على الأغنية السينمائية. حضرتك دكتور محمود تكلمنا عن هو أول من أدخل البلاي باك ثم الريستاديف، وسمعناه من خلال السكتش اللي سمعناه من فيلم ممنوع الحب.
ما زال الأثر مستمر. ما أثر إزاي؟ كل من جاء بعده مشوا على نهج عبد الوهاب. نهج عبد الوهاب في الأغنية السينمائية. إن الأغنية على البطل أو البطلة اللي بيغني، وفي النقلات الموسيقية وعملها واضحة قوي كانت عند توجو مزرحي. خلاص أم كلثوم نفس الحكاية. لغاية ما سنة 39-40 قامت حرب العالمية الثانية. كان لازم السينما تتغير، وخاصة انها بعدت شوية عن تأثير المسرح، لان احنا عارفين السينما كل النجوم كانوا طالعين من المسرح. سنة 40 كان بقالها مثلا 14-15 سنة، حتى لما ابتدت سنة 19-20 تعمل افلام قصيرة جابت نجوم المسرح. فعزيزة أمير البطلة جاية من المسرح، مسرح رمسيس، فاطمة رشدي، يوسف وهبي، اللي كان اللي من بره المسرح مش مصريين، اللي هم بدر لاما وآسيا. كنا بنجد أسلوب كلاسيك في الأفلام، كلاسيك في الأداء. يعني حتى الأداء اللي هو الأداء الريتم بطيء، حتى الكلام كلام مسرحي. أيوه كلام أداء كلاسيك، أداء مسرحي. حتى شوفي ضحكة عبد الوهاب الشهيرة يعني. لما حصلت وقامت الحرب، يبقى أنا عايز أفلام خفيفة، أفلام تضحك وتسلي. ف خرج عن هذا النطاق اللي هو كان أحمد بدرخان مع فريد الأطرش في فيلم انتصار الشباب سنة 41. خرج بمعنى خرج عن الكلاسيكية إلى خرج عن الأغنية الوهابية. اللي اشتهر بيها هي كانت الأغنية الوهابية، بدأ بيها محمد عبد الوهاب. خلاص، فابتدى عمل استعراض، عمل الأغنية الرومانسية، عمل أغنية استعراضية خفيفة طب عبد الوهاب مش هيفضل بقى لابس التوب الكلاسيكي بتاعه، الطربوش والبدلة. لا، محمد عبد الوهاب كان بيحب التطوير جدا، وده قلناه في مشواره. أيوه، بيحب يطور دايما. فعمل ايه؟ ابتدى مش خلع الطربوش بس، ده خلع هدومه كلها معنا الميو في فيلم رصاصة في القلب، ونزل في البانيو وكانت ايامها قامت ثورة في الجرائد الفنية. صحيح انا كان عندي 8 سنين، انما يعني كنا بنقرأ جرائد تذكر ده. انا فاكر وقال لك ان الفيلم سقط وبتاع، ونيجي علشان اغنية الماي ترول عطشان ظهر فيها. ازاي عبد الوهاب ينزل ولو انه هو على فكرة ما كانش عايز يعمل المشهد ده، لانه بيخاف من المية جدا، وحطوه بالعافية في قلب هو البانيو. اتعامل وحطوا له ترمومتر وميزان الحرارة، وان الحرارة تبقى لا، ده قالوا له في الاول يا دكتور، يعني يمكن السادة المستمعين يحبوا يسمعوا الحكاية دي، قالوا له ما تخافش احنا مش هنزلك المية، لانه هو كان حصل له حادثة غرق وبيخاف من المية جدا. فقال مش ممكن انزل بانيو. قالوا له طب نقولك يعني انت مالكش دعوه، بس انت غني واحنا هنحط دوبلير مكانه، وهو من غير ما يحس وهم بيصوروا راح محطينه هو، فوجد نفسه في البانيو فكمل المشهد. ودرجة الحرارة وميزان الحرارة والكلام. خلاص، دي كانت بداية. في التلحين بقى، صحيح معظم اغاني الفيلم كانت اغاني رومانسية زي مشغول بغيري والحاجات دي، انما برضو حب يعمل شوية حاجات اللي هي فيها سامية جمال وتمسك الجيتار. هو الفيلم كان في مجمله مختلف عن الافلام اللي قبل كده، يبقى ده حضرتك بتقول ده ازاي تأثر بالجو اللي حواليه. ايوه، في بقى حاجة عبد الوهاب عملها كل كان بيقلده. عبد الوهاب كان يحب ينهي افلامه باغنية. ليه؟ لان عايز المستمع، طبعا المستمع عندنا في الراديو، المشاهد في التلفزيون، المتفرج، عايز المتفرج يقعد لغاية ما يكتبوا كلمة النهاية، فتكتب النهاية على الموسيقار وهو بيغني. فما
من الأغاني الخفيفة اللي تطور فيها كانت أغنية ختام فيلم رصاصة في القلب اسمها يا جلاس. نسمع. أجلس الشوفة بيصوي يا ما دبت معاك وانا مش داري يا مسافر ما مني الأول دلوقتي بس طفت ناري من ساعة ما شفتك دبت بشفايفها بغير منك يا جلس من ساعة ما شفتك دبت بشفايفها بغير منك دلوقتي أنا اللي حلوب عنك واكشف عن حب المدار يا بسبب نار من الأول دلوقتي بس طفت ناري اللي بيحبي ومش طايل انا عندي دواء انا عندي دواء والليل وبخت لكن مايل في ايديا هنا في ايديا هنا ده انا ياما تشوف قضي وطول وانت اللي طفيت يا جلاس النار يا بسافر ناري من الاول دلوقتي بس ما زلنا أعزائي المستمعين نقدم لكم هذه السهرة الخاصة. آخر فيلم قدمه الموسيقار محمد عبد الوهاب كان فيلم لست ملاكا سنة 1946، وفي هذا الفيلم بنجد محمد عبد الوهاب مختلف في الأداء، مختلف في الأغاني، وفي تأثر كبير حدث في هذا الفيلم. نتكلم عن هذا التأثر. طب أنا بس عايز أقول حاجة واحدة عشان مش نصحح معلومة، المعلومة صح، هو آخر فيلم ظهر فيه كبطل لأنه ظهر بعد كده في فيلمين، فيلم منتهى الفرح وفيلم غزل البنات. أنا قصدي آخر فيلم من أفلامه كبطولة. معلش يعني أنا ما عارف في لست ملاكا خلاص خرج خالص من عباءة الكلاسيكية أو الرومانسية المغرقة إلى الفيلم اللي دمه خفيف اللي هو كان بيلائم بقى الافلام الموجوده. كان طلع فريد بقى كبير، طلع محمد فوزي، ابراهيم حموده، كلهم قاعدين يقدموا افلام استعراضيه، في محمد البكار، في محمد سلمان، قاعدين يقدموا افلام استعراضيه صباح مش عارف. فمش معقول عبد الوهاب ما يقدمش فيلم ما فيهوش استعراضات. ففي فيلم لست ملاكا خلع برضو البدله ولبس الجلابيه، سكتش القمح، واول مره يغني يعمل استعراض في احد افلامه. ما كانش بيعمل استعراضات خالص، بيعمل سكتش مجموعه بتاع، انما يعمل استعراض اللي هو استعراض القمح. ما اول مره عبد الوهاب يعمل استعراض في فيلم من افلامه. طب نسمع ال بس عايز اخلص حاجه، معلومه صغيره، ان اللي بيقول الاستعراض معاه احلام. هو لما بنسمعه دايما
الاستعراض ده بنسمعه بصوت عبد الوهاب، لان لما سجله على اسطوانات سجله بصوته الواحد، بصوته كله السكتش كله. انما في الفيلم هذا الاستعراض بصوت عبد الوهاب واحلام من داخل الفيلم، هي اللي غنت في الفيلم. فدي بس المعلومه دي اللي بنقولها. ونسمع بقى استعراض القمح من فيلم لست ملاكا سنة 46، واخراج طبعا افلام عبد الوهاب كلها اخراج محمد كريم. نسمع القمح. القمح الليلة الليلة ليلة عيده، يا رب تبارك تبارك ونفيده، يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك ونفيده. اتحكم بين عبيده، ارواحنا ملك ايده وحياتنا بيه، هلت على الكون بشايره، ردت للعمر عمره، والامر الليل امره يا رب احميه. يا حليوة ارضك رعيتيها، والنظرة منك تحييها، يا حليوة ارضك رعيتيها، نظرة منك تحييها، من شدك كنت بترويها، والخير قلت مواعيده، يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك ويزيد. أعزائي المستمعين، بأغنية القمح لمحمد عبد الوهاب وأحلام من فيلم لست ملاكا للإنتاج سنة 1946 والإخراج لمحمد كريم، بنأتي لختام سهرة اليوم والتي قدمناها في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، والتي توافق يوم 4 من شهر مايو عام 1991. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع سهرة قادمة، لكم تحيات أسرة البرنامج، تحياتي تحيات دكتور محمود علي فهمي، ومن الهندسة الإذاعية هشام رمضان. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. موسيقى أحمد نور.